السلام عليكم. اليوم نروح لولاية الجزائر العاصمة، وبالضبط في بلدية شراقة، لنقف على الأشغال تاع الجسرين النفقين، يعني بما بشمال بلدية شراقة. أنا نشوف شراقة، وهنا نشوف هذا الزوج، هنا الجسر رقيد الأشغال، وهنا الجسر هذا أو النفق الأرضي راه مكتمل. وهذه الزوج نفقين تم تدشينهما اليوم من طرف وزير الأشغال العمومية وكذا والي ولاية الجزائر العاصمة. إذا وضعوا حيز الخدمة هذا الزوج نفقين، النفق الأول نشوفه هنا انتهت الأشغال به، والنفق هذا كذلك انتهت الأشغال به، لأن الصور هذه تعود إلى شهرين، تعود إلى شهر ماي. إذا الجسر هذا النفق هذا اللي اليوم تم تدشينه، إن الأشغال انتهت، هنا رانا شهرين اللور. إذا الزوج هذو أنفاق هنا وهنا، انتهت الأشغال بهم وتم وضعهم حيز الخدمة هذه الصبيحة. ونشوف هنا طول تاع النفق هذا حوالي 200 متر هنا، ونشوف بأن النفق من نوع الكبير، من حجم الكبير، فيه زوج أروقة في كل اتجاه. إذا ربعة أروقة، زوج في زوج يساوي ربعة، زائد الفاصل انت حوالي متر هنا ما بين الاتجاهين، وزائد كل التجهيزات تاع السلامة والإضاءة. وإذا هذا هو، وكذلك سوف نتابع آخر صور انت هذا الزوج أنفاق. إذا بدون إطالة نخليكم مع الصور انت الأنفاق هذه التي اتخذت اليوم، إذا بمناسبة تدشينه. أترككم مع الصور، والسلام عليكم.